وإلى البحر الأحمر وتحديدا الغردقة. استقبل مطار الغردقة الدولي على مدار ساعات اليوم 78 رحلة طيران دولية، أغلبها رحلات أوروبية على متنها قرابة 12,000 سائح من جنسيات مختلفة، وبيتم تسهيل إجراءات الدخول لهم فور وصولهم لأرض المهبط ونقلهم للفنادق لقضاء أجازاتهم على الشواطئ المختلفة. أكثر الجنسيات وصولا للغردقة النهاردة كانت الجنسية الألمانية، كما يستقبل مطار مرسى علم الدولي النهاردة 11 رحلة طيران دولية ضمن 118 رحلة بيستقبلها المطار خلال الأسبوع.